متابعتها اتباعا. ستيف كانت سباقة في افتتاح النتيجة بهذا الهدف الرائع المخادع لحارس مرمى مازيمبي عن طريق هداف الفريق في المباراة الماضية عبد الملك زيايا. ثم بعد ذلك في الدقيقة 21 استعاد تيبي مازيمبي شيئا من كبريائه بتسجيل هذه الكرة عن طريق الغاني دانيال أجيني قبل أن يؤكد مازيمبي تقدمه في هذا الشوط الأول من ركلة ركنية مشكوك في صحتها. في الدقيقة 38 سليف كوليبالي المدافع المحوري المالي هو من لم يقدر على هذه الكرة. شوف لإعادة مرة ثانية، كرة في العمق، شوف الكانون الأول في الكرة أمام لاعب، ثم اثنين، ثم الثالث، ثم الرابع كذلك. توغل اللاعب المتميز سمطة باليمنى وباليسرى، وزع والضربة المقصية الرائعة جدا عن طريق جوناثان بولينجي اللي دخل مع بداية هذا الشوط الثاني، سمح لفريقه بالتفوق لحد الآن بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. الوفاق ليس لديه ما يخسر إلا الخروج من منطقته، ما زالت المباراة لم تنتهي. الخروج من المنطقة من جانب عناصر الوفاق ضروري الآن، طبعا أننا لن نلعب وقت إضافي ولا ضربات الترجيح في هذا اللقاء. يونس ينفذ هذه الركنية خارج الركنية بالرأس، ما زالت الخطورة دائما، يخرجها بصعوبة فريق تيبي، التسديدة عبد الملك زيايا، ما زالت الخطورة دائما. يونس سفيان، يونس سفيان أمام زوج لاعبين، يبحث عن المراوغة، يونس راح، أي بعيدة يا يونس، جول 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 يا يونس، جول 3-2 صارت النتيجة. قلت لكم بأن أبدا المباراة لم تبقى على حالها، يا إما يسجل الوفاق الثاني أو يسجل تيبي الرابع. 3-2 صارت النتيجة، التأهل كان لتيبي، صار للوفاق في هذه اللحظات. عجب هذه الأحداث، الأهداف التي يسجلها الوفاق، عجب هذا الذي يحدث للحارس روبرت كيدياما، سجل عليه هدف غريب في الشوط